نبدأ النوع، ناخذ النوع الأول من ال horizontal curves اللي هو ال circular curve. خلينا نحكي نشوف شنو هذا circular curve. يعني أنت إذا صرت مصمم طرق، فأنت تعرف إذا أكو طريقين عدلات تريد تربطهن، فأنت عندك خيارين، يا إما circular curve يا إما spiral curve. شوف شنو اللي راح تختاره أنت بابا. طبعا circular curve the most common type of curve used in a horizontal alignment is a simple circular curve. يقول لك إنه من أكثر أنواع المنحنيات او المنعطفات اللي استخداما بالطرق هو سمبل سيركل كيرف، هو منحني دائري بسيط. هذا اكثر الانواع شيوعا والاكثر استخداما. اوكي، انت لازم تعرف هذه المعلومه. A circular curve is an arc with a single constant radius connecting two tangent. يعني هو عباره عن arc اللي هو عباره عن قوس، وهذا circular curve هو عباره عن قوس بسيط بنصف قطر يربط بين خطين او بين مماسين، اللي هن المماسين نقصد بهن احنا طريقين مستقيمه نربطهن بكير. A compound curve is composed of two or more adjoining circular arcs of different radius. عندنا نوع ثاني من الكير اللي هو احنا بعدنا بالسيركلر كيرف، اللي هو كومباوند، يعني كيرف باكثر من انعطافه، باكثر من نصف قطر، يعني عباره عن مجموعه كيرفات. طبعا هو بس هو يصح له كله هو كومباوند كيرف، اللي هو يتكون منين؟ من اثنين او اكثر، تو او مور ادجوينينج سيركلر اركس، اللي هو اثنين او اكثر من الاقواس باقطار بنصف قطر مختلف. يعني خلينا نشوفكم هذه الصوره. شوف هنا عندنا هذا الاي اللي هو سمبل كيرف. سمبل كيرف شوف، يعني هذا مماس، هذا طريق عدل وهذا طريق عدل. انا اريد اربط بين الطريقين العدلات بطريقه، يعني هذا يجي سائق المركبه يمشي منا ويمر منا، فشلون اربطهم؟ ربطتهم بهذا الكيرف اللي منا واستخدمت هذا السمبل سيركلر كيرف. هذا سمبل سيركلر كيرف، هذا الار مالته، هذا نص القطر مالته، هذا السنتر مال هذا. يعني هذا شوف لو تكمله راح تصير دائره، احصل دائره، هذا نص، هذا سنتر الدائره وهذا نص قطر الدائره. فربطت بين الطريقين بهذا سمبل كيرف، يعني هنا يجي سائق المركبه يمشي ما راح تقل سرعته ولا راح يتاثر باي شيء. زين، الكومباوند كيرف هنا عباره عن كيرفين من جهه واحده. يعني شوف هنا هذا، شوف طريقين، شوف هذا طريق عدل وهذا ايضا ثاني طريق عدل. هنا رابطهن، هنا أنا حكمتني مثلا الارض او حكمني فد حاكم ما قدرت اسوي هذا السمبل، سويت هذا كيرف اللي هنا وهذا كيرف ثاني اللي هنا. طبعا الاستداره هنا مو مثل هذا الاستداره. طبعا انت شلون تعرف الاستداره؟ لو نرجع على هذا السمبل كيرف، لو يبدي هنا دخلت انت السيركلر كيرف راح يبدي سائق المركبه يغير الستيرن مال السياره مالته. المفروض انت تبقى على نفس الفره مال الستيرن الى ان تطلع من الكيرف، هذا معناه انه خط عدل او الكيرف على نص قطر ثابت على طول الاستداره. لكن هنا راح توصل الى هنا، هنا لا راح تغير النوبه الاستداره، راح يجي كيرف ثاني اكثر. طبعا هذا الكيرف اصغر، هذا الكيرف. طبعا الكيرف الصغير دائما يكون الحده مالته اكثر، دائما السرعه مالته تكون اقل. ليش؟ لان نص القطر مالته قليل. فشوف هذا هنا الكيرف، هذا الصغير نص قطر مالته هذا، وهذا الكيرف. هذا شيء نصيح له، كومباوند كيرف. اوكي، نرجع للمحاضره. The center of the arcs of the compound curves are located on the same side of the alignment. يعني شو يقول لك؟ يقول لك مركز القطر او سنتر مال الكيرف هذا يصير على جهه واحده، مثل ما شفنا بالصوره، على جهه واحده اللي من اللي هي جهه الانعطافه، جهه الالايمنت الانعطافه، ومثل ما شفناه هو بجهه الانعطافه صاير السنتر مال الكيرف هذا. يعني the combination of a short length of tangent between two circular curves is referred to as a broken back curve. في بعض الاحيان عندنا كيرفين ونربط بيناتهم بخط مستقيم عدل مستقيم، نصيح لهذا النوع من الكيرف نصيح له بروكن باك كيرف. يعني لو نرجع للصوره، شوف هذا بابا، هذا عندنا كيرف وهذا عندي كيرف ثاني هنا، اكو بين ذني الكيرفين خط. يعني انت دخل سائق المركبه الكيرف، خلص الكيرف، مشى شويه عدل ورجع اخذ كيرف ثاني سيركل كيرف. طبعا ذني اثنين هن سيركل كيرف، هذا سيركل كيرف اول وهذا سيركل كيرف ثاني. اكو بيناتهم تانجنت، يعني ماس بيناتن او طريق عدل لمسافه قصيره بيناتن، هذا نوع الكيرف نصيح له بروكن باك كيرف. اوكي، لان هذا الكيرف انكسر، هذا الكيرف بروكن مثل ما شفت كلمه مكسور، انكسر باستخدام ماس هنا بابا، يعني ما استمرت الكيرفشر كلها،
ايضا هنا بسبب امور يعني تحدثنا ما راح نتطرق لها احنا حاليا، بسبب امور كثيره انه اضطريت ان اسوي هنا ماماس وارجع اسوي كير ثاني، ما قدرت اسوي كير ثابت مستمر على هذا الطريق. استخدمت البروكن باك، يعني هذا ممكن تستخدمه في كثير من المكانات وما بي اي مشكله. اوكي، بدل ما اسوي كير كامل، كير تربط ماماس كير ثاني، الان تكمل الانعطاف، يعني الطريق كان شوف منا عدل ومنا عدل وربطته انت بالبروكن باك كير. اوكي، نرجع للمحاضره. A reverse curve consists of two adjoining circular arcs with the arc centers located on the opposite side of the element. عندنا نوع آخر من الكيرفات اللي هو circular curve اللي اسمه reverse curve، اللي يتكون من كيرفين سيركل، يعني two circular arcs، يعني قوسين دائريات متصلات سوية ولكن متعاكسات بالاتجاه، بحيث السنتر مالتهن مال الكيرفات باتجاهين متعاكسات، اللي مثل ما تشوفون بالصورة هذه الأخيرة، هذا اللي أخير ريفرس كيرف. شوف أنت بديت أخذت انعطافه هنا ورجعت النوب انعطافه معاكسة، يعني أنا لفت لليمنى وبعدين لفت لليسرى بنفس، يعني بعدك ما طلعت أنت من عمليات الاستدارة، داخل أنت بكيرف ومباشرة جاك كيرف ثاني، بعد أن خلصت الكيرف الأول الاستدارة الأولى جتك استدارة ثانية بعكس الاتجاه. هذا نصيح له ريفرس كيرف. ضمن اثنين هن الكيرفات، يعني شوف هذا هنا كيرف وهذا كيرف اخر، نصيح له ريفيرس كيرف اللي هو السنتر مال كل تقوس بجهه اخرى عكس الجهتين الاخرى. اوكي، هذا القوس الاول اللي هو سيركل كيرف الاول، السنتر مالته بهذا الاتجاه اللي هو باتجاه الانعطافه، بينما السنتر مال الكيرف الثاني هو باتجاه مثل ما تشوفون شكله. فذني كل هذه المنحنيات او المنعطفات هن هذني ضمن السيركلر كيرف، بس عرفنا احنا انواعهن هسه كلهن سويه. طبعا كومباوند and reverse curves، يعني ال compound or reverse are generally used only in a specific design situation such as mountainous terrain. يعني هذا ال compound وال reverse ذن الكيرفات دائما نستخدمهن، مو دائما على الارض المنبسطه او انت وين ما يريد يعجبك تستخدمهن استخدمهن، لا، انت حاول تقلل من استخدامهن لان مربكات العمليه، عمليه السياق مربكات لهواي امور ويقلل من هواي من كفاءه الطريق. لكن بالمنطقة الجبلية يعني لازم استخدمهم لان عندي تصير هواي مشاكل مثل ما شوفناكم بالصور السابقة، دائما مانتينيوس تيرن، انه دائما المناطق الجبلية نستخدم مثل هكذا كيرفات اللي هن كومباوند واللي هن الريفيرس. زين، هسه نشوف هذه شلون شوفتكم الصورة، هذني الفيجر هذا الجو بأربع انواع كيرفات اللي هن هذا الاول، بس هذا شوية هذا الاول، هذا الاول اللي هو السيركلر كيرف سمبل، سيركلر كيرف كيرف بسيط سمبل. شوف الطريق هذا الخط الاسود هو الطريق، اوكي هذا الطريق وهذا الطريق، طبعا لو امتدني يصير هيك شكلهن، بس احنا نريد نربطهن، راح نبدي نربطهن من هنا الى هنا. شوف هذا الخط الازرق هو الكيرف مالتي، هو الكيرف مالتي اطفاله سمبل كيرف. نجي للخط الثاني هنا، شوف كيرفين، واحد بصف الاخ واثنين هنا على جهه واحده يلوفن، اللي هو هذا نصح له الكومباوند كيرف. شوف هذا الكومباوند كيرف الاول، هذا الكيرف الاول وهذا الكيرف الثاني، هذا كله المنظومه كلها نصيح لها كومباوند كيرف، يعني كيرف واحد هو بس اسمه كومباوند كيرف، يتكون من اثنين اركس قوسين، هذا القوس الاول وهذا القوس الثاني. لو تشوف الشكل الثالث اللي هو بروكن باك كيرف، اللي هو شوف اللي هو هذا القوس الاول هذا القوس الثاني، وبيناتهم مماس صغير، خط عدل صغير، هذين الخطوط طبعا اللي نقصد بيها والمماسات من طرق، صح مرات احنا نقول تانجنت اللي هو ماس، بس هو هنا شو يمثل لي بالرسم؟ يمثل لي طريق. فشوف هذا الطريق العدل الصغير، من هنا اكو طريق عدل، بدينا هنا نطوب الى ان طلعنا من هذا المنطقه، هذا البروكن باك كيرف. هنا عندنا الشكل الاخير اللي هو ريفيرس كيرف، اللي هو اتجاهين مختلفات لكيرفين ملتقيات سويه، كله هو هذا كيرف واحد نصح له ريفيرس كيرف. فشوف كيرف اول ينعطف لاتجاه، كيرف ثاني ينعطف الى الاتجاه المعاكس، اثنين هن سويت together نصيح لهن reverse curve. زين، لو نجي نقرا شوف هذا اللي هو الفقر 5.1 illustrates for example of circular curves، اللي هو امثله لل circular curves، هذني اللي هن كل circular curve معلومات هذا. The tangent intersect one another at the point of intersection PI، يعني شوف كل الكيرفات راح اشوف بي اي، بي اي شنو هذا؟ نجي نشوف هذا السمبل كيرف،
ال PI هو الانترسكشن مال ذن التانجنت اللي هن اثنين ذن المماس. يعني طبعا مثل ما قلت لك احنا دي نحكي رياضيات، هذا مماس دي نحكي رياضيات، لكن هو المماس يمثل لي بأرض الواقع يمثل لي طريق. فتقاطع هذين المماسين او الطريقين هذه النقطه اللي هي بي اي، اللي هي بوينت اوف انترسكشن، مختصر لكل كلمه حتى خاف تنساها. البي اي تمثل بي بوينت اوف انترسكشن، هذه نقطه التقاطع، هذه البي اي هذه معناها. زين، ذا بوينت ات ويتش ذا الاينمنت تشينج فروم ا تانجنت تو سيركلر سكشن از ذا بوينت اوف كيرفشر بي سي، انه النقطه اللي نبدا راح نغير بيها من الخط المستقيم الى ان ندخل الكيرف، من التغير من الخط المستقيم الى ان نبدي اول نقطه بالكيرف هي بوينت اوف كيرفشر اللي هي بي سي، هذه اللي تشوفها هنا. اوكي، بدايه الكيرف، بدايه الانعطافه هي بي سي اللي هي بوينت اوف كيرفشر. زين، ذا بوينت ات ويتش ذا الاينمنت، هذه قلناها، ذا بوينت ات ويتش ذا الاينمنت تشينجز فروم ا سيركلر تو ا تانجنت سكشن از ذا بوينت اوف تانجنسي بي تي، يعني النقطة اللي نبدي نطلع من الكيرف نرجع للمماس للطريق، اللي هي نقطة الخروج من الكيرف والاتصال بالخط العدل أو بالطريق العدل اللي هي point of tangency، نقطة التماس اللي هي هذه بي تي. هسه واضحة بي اي بي سي بي تي، راح تشوفها بكل مكان، هذه موجودة على الكيرف. زين، خلينا نجي نكمل. The point at which two adjoining circular curves turning in the same direction meet is the point of compound curvature. هذه هنا اللي هي بالcompound curvature، النقطة اللي هي تربط، احنا قلنا compound curvature هو عبارة عن قوسين، النقطة اللي تربط القوسين يعني نهاية القوس الأول بداية القوس الثاني، هاي نقطة مشتركة بين القوسين، يعني هاي النقطة اللي هي PCC اللي هي point of compound curvature، point of compound curvature اختصار لكل كل حرف اختصار لكل كلمة، فهي sharing يعني هي تشترك بين الكيرفين نهاية القوس الأول وبداية القوس الثاني اللي هنا يصير من جهة واحدة. زين، the point at which two adjoining circular curves turning in opposite direction meet is the point of reverse curvature، هذه النقطة الاتصال بين الكيرفين اللي هنا باتجاهين متعاكسات اللي هنا بالريفيرس كيرف اللي هي نصح لها بي ار سي اللي هي بوينت اوف ريفيرس كيرفتشر. هذني معلومات على تسميات النقاط اللي راح نستخدمهم بالتصميم او من نحسب هيجي او هكذا او بنصمم هكذا او نحسب هكذا انواع كيرفات على الطريق. صارت ان شاء الله الامور واضحه على انواع هذه الكيرفات والتسميات هذه الكيرفات واستخداماتها. زين، هسه لو نشوف عندنا فيجر 5.2، هذا اللي هو الفيجر اللي قدامنا اللي هو هذا سمبل سيركلر كيرف، راح نخليه ونجي نقسمه بالتفصيل الممل اجزاء شنو وشنو النقاط اللي موجوده عليه لازم نعرفها وشلون تفاصيلها. فروح نروح نشوف هذا الكيرف، اخذناه بعد اكثر تفصيل من ما سبق، يعني بالبدايه شرحناه بعدين عرفنا شكله شلون يصير، هسه راح ناخذ تفاصيله جزئيه حتى نسيطر على العمليه كلها اللي بعدين من نصمم هيك كيرف. شوف يقول لك هذا فيجر 5.2 is an illustration of the standard component of a single circular curve connecting a back and forward tangent. يقول لك هذا يعني simple circular curve اللي هو منحني بسيط يربط مماسين. زين، خلينا نشوف شنو هذا. The distance from the PC to the PI is defined by the tangent distance T. يعني مسافة بين الـ PC، بعد أنا ما راح أحكي شنو الـ PC ولا راح أحكي شنو الـ PI، عرفناها وعرفنا شنو معناها. لكن هسه يقول لك المسافة بين الـ PC والـ PI هي المسافة T، صحيح لها، اللي هي tangent distance اللي هي مسافة المماس، اللي هو أنا ايش عندي؟ عندي مو مماس، عندي طريق، ولكن أنا الطريق ما راح أمرره بالاتجاه T، راح أخليه ينحرف على الخط الأزرق اللي هو القوس مالتي، يعني من هذه النقطة في الـ PC. بس انا لازم اعرف المسافة بين الـ PC للـ PI هي T اللي هي tangent distance. The length of circular curve، يعني انا circular curve مالتي وين؟ هذا الخط الازرق، هذا circular curve طوله اللي هو L، شوف هذه L مؤشرة على طول، طول قوس، طول قوس ممكن نحسبها ببساطة بعد نص القطر والزاوية مال الكيرف، مباشرة اقدر احسب طول هذا الكيرف اللي هو L، شوف هذا L انه طول الكيرف. فيقول لك هذا شنو؟ The length of the circular curve اللي هو L اللي هو الخط الأزرق مثل ما قلت لكم is dependent on the central angle delta، هذه الزاوية المركزية اللي هي شوفها دلتا، هذه الزاوية
هذا الكيرف طبعا الكيرف هذا وهذه الزاوية اللي ترسم الكيرف اللي هي دلتا اوكي من هذا نصف القطر لهذا نصف القطر بعد شنو تعتمد على شنو and the radius r اللي هو هذا الار شوفه طبعا هذا السنتر مال هذه الدائرة مال هذا الكيرف مالتي هذا السنتر يعني لو اكمل صار دائرة كاملة فالسنتر هذا من السنتر الى اي مكان بهاي القوس مالتي هو هذا الار شوفه هذا الار زين of the curvature فقلنا هذا طول القوس مالتي اللي هو L يعتمد على هذه الزاوية ويعتمد على الار اذا تغيرا يتغير طول القوس مالتي زين since the curve is symmetrical about the PI يعني هذا الكيرف مالتك وهذا القوس مالتك وهذا الشكل مالتك هو متناظر حول نقطة PI يعني من PI واجر خط عدل الى السنتر شكو على اليمنى هو متناظر على اليسرى شكو شيء على اليمنى هو مناظر اليه على اليسرى والعكس صحيح شكو شيء على اليسرى هو مناظر اليه على اليمنى اذا الشكل متناظر حول نقطة ال PI زين بما انه هو متناظر since the curve is symmetrical about PI the distance from the PI to the PT is also defined by the tangent distance يعني المسافة من ال PI لل PT هي نفس ال T اللي هي نفس المسافة بين ال PC لل PT لل PI العفو شوف هذه المسافة T هي نفسها هنا لان القوس متناظر زين A line connecting the PC and PT is long chord LC. الخط اللي يربط النقطتين اللي هي PC والPT اللي هو هذا الخط المنقط اللي تشوفه هذا اسمه long chord LC الطول مالته. أوكي؟ هذا منو نقول احسب long chord أنت لازم تعرف إنه بين بداية نقطة الدخول من الخط العدل اللي هو الطريق إلى الكيرفيشر وهذه الى نقطة الخروج من الكيرف اللي هي المسافة الافقية اللي بيناتها اوكي اللي هي من هذه النقطة لهذه النقطة زين The external distance E اللي هي باوع اللي هي منين من نقطة ال PI الها الى الميد بوينت الى نقطة المنتصف مال الكيرف مالتي هذه شوفها ال external distance من نقطة النص الكيرف مالتنا الى نقطة ال PI هذه اللي هي E اللي هي external distance is the distance from the PI to the midpoint of the curve واضحة المسافة بين ال PI الى منتصف الكيرف مالتنا اللي هي هذه ال E مختصر مال external distance زين the middle ordinate M is the distance from the midpoint of the curve to the midpoint of the long chord اللي هذه ال M اللي هي ايضا من منتصف الكيرف الى الخط اللي هو هذا اللونج كورت اللي هذه الميدل اوردينيت اللي هي مختصرها ام هذه هي المسافه بين منتصف الكيرف الى الخط المستقيم هذا اللي بين البي سي والبي تي اللي هو قلنا عليه لونج كورت نيجي هسه نشوف لو ناخذ دائره مثلا using the arc definition for a circular curve the degree of curvature is the central angle D substitute by 100 feet arc. A circle has an internal angle of 360 degrees and a circumference of 2 pi r. Refer to figure 3.5 for an illustration of the degree of curvature within a circle. The relationship between the central angle and the radius of for a given circular curve is يعني احنا لو احنا يعني اللي اخذنا circular curve هذا ال L اللي هو circular curve وهذا ال R وهاي الدلتا اللي اخذناها قبل شوية بالضبط هسه هذا لو نجيبه هنا انا اسمه على دائرة هذا ال L الكيرف مالتي وهذا ال R مالته وهاي الدلتا اللي هي الزاوية مالته زين لو نكمل هذا الدائرة لو نكمل هذا الكيرف هذا لو نكمل دائرة كأنما يكون القوس مالتي دائرة اوكي اللي هي الزاوية مالته الدلتا هنا شو تصير؟ تصير 360 اوكي والمحيط مالته هو ال L طول القوس واجي اخذ مثلا هنا اخذت مقطع اللي هو 100 فوت اوكي 100 فوت اخذته والزاوية مالته دي طبعا عن طريق التشابه المثلثات طبعا شوف هنا راح نستخدم الرياضيات بيور ماث راح نستخدم الرياضيات بحسابات التصميم الطرق والحسابات الهوريزونتال الاينمنت فشوف هنا راح نسوي مثلا تشابه مثلثات دي على 360 هذه الزاويه على الزاويه الرئيسيه هذا القوس على طول المحيط مال يساوي هذا طول هذا القوس على طول المحيط مال تشابه مثلثات ما مطلوب منك انت الاشتقاق ولا اي اشتقاق بس انا حتى للتوضيح تقول هذه منين جت دي
فأيضا راح نقدر نحسب الدي اللي هي الزاوية لأي قوس أو هذه لأي قوس نقدر نحسبها من هذه المعادلة. بالإضافة إلى نفس الشيء راح أجي أسوي تشابه بين هذه الدلتا والزاوية الرئيسية عن دلتا للقوس الكلي مع الزاوية مع الدائرة كلها، وراح أقدر أطلع طول ال L اللي هو طول القوس اللي أريده بالاعتماد على هذه المعادلة اللي بيها ال R متغير اللي هو نص القطر. يعني عن طريق نص القطر أقدر أحسب ال R. زين، مثل ما قلت لكم عن طريق هذا التشابه المثلثات أو عن طريق الرياضيات أقدر حصلت على ذني المعادلات اللي ممكن يساعدني بتصميم ال horizontal curve. شوف ال T اللي عرفناها شنو ال T، هي اللي مسافة بين ال PC وال PI أو المسافة بين ال PI وال ذني المسافة ال PT. قلنا هذه ال T اللي هي المسافة بين ال PC وال PI، والمسافة بين ال PI وال PT هذه اللي هي T. هاي ال T شلون أحسبها؟ شوف هذه المعادلة عن طريق هذه نحسبها انه r tan delta over 2 مباشرة، معادلة بسيطة. ال E هذه اللي هي ال external distance اللي شلون نحسبها؟ ايضا نحسبها r over cosine delta over 2 minus r، عملية بسيطة. ايضا ال L شلون احسبه؟ طول القوس مالتي، طول الكيرف مالتي، ايضا اقدر احسبه 100 في دلتا على دي. ال M اللي هي الميدل بوينت اللي شلون احسبها؟ هو ال E في كوساين دلتا اوفر 2. ال LC اللي هو لونج كورت اللي هو بين النقطتين نقدر نحسبه 2R ساين دلتا اوفر 2. شوف هذه كلها من طريق الرياضيات حسبت معظم الشغلات اللي احتاجها على الطريق مالتي. كل هذه بعدين اجي اثبتها على واقع الحال واصمم. اوكي، مثلا هنا in terms of station، يعني الستيشن البي سي شلون احسب الستيشن؟ يعني المكان وين مكانها البي سي، هاي النقطة البي سي اللي هي هذه نقطة البي سي، شلون احسب مكانها اذا عرفت بعض الامور الاخرى؟ فهذه مكانها بالارض، شلون احسبه؟ اللي هو الستيشن مال البي اي ناقصا التي. اذا حسبت التي وعندي الستيشن مال البي اي اقدر اسقط احسب اقول وين النقطة اللي يبدي يدخل من عندها سائق المركبة الى الكيرف. يعني اذا عندي هذه النقطة البي اي، طبعا انت ايش عندك؟ انت عندك هذا الطريق موجود، هذا الطريق موجود وهذا الطريق موجود، تقاطعهم، الكيرف بعد ما موجود تقاطعهم حصلت نقطة البي اي. تيجي على واقع الارض تطلع الستيشن مال هذه النقطة وين هذه مكانها، اجي احسب التي اللي حسبناها بالمعادلات وعندي البي اي الاحداثيات مالتها، انقص منها التي قبل مباشرة راح تعرف وين البي سي، وين تيجي تسقط تقول وين يبدي سائق المركبة او وين يبدي الكيرف مالتي. اوكي، عملية تحديد الكيرف جدا عملية مهمة. فانت عندك خط عدل، انت هسه كيرف ما عندك، عندك طريق مستمر، فانت الطريق المستمر متقاطع ويا هذا الطريق الاخر اللي مستمر تريد تربط بيناتهم، حصلت انت هذه النقطة البي اي، بعد الكيرف ماكو، الخط الازرق ماكو. حتى ترسم الخط الازرق انت تقول منين اخلي الخط الازرق يبدي؟ منين يبدي سائق المركبة يدخل الكيرف؟ هل يبدي هنا؟ 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 بأي نقطة؟ فتيجي تحسب المحطة هاي الستيشن مالته ايش قد، تيجي تحسب التي تنقصها راح مباشرة تطلع عندك هذه النقطة. هنا تيجي تثبت هاي النقطة تقول هذه النقطة هي نقطة دخول الكيرف. اوكي، فهيك عملية الحسابات او العمليات اللي تصير على هكذا كيرفز. ايضا الستيشن البي تي، شلون اقدر احدد الستيشن البي تي؟ ايضا احدد الستيشن مال البي سي زائدا الار. اوكي، ستيشن مال البي تي اللي نريد نحسبها، اذا حددنا الستيشن مال البي سي اللي هي حسبناها سابقا اضيف لها الار اللي هي هذه. شوف هنا انا يعني بعد ان طلعت هذه الستيشن، اوكي، اضيف لها الار طول القوس هذا اللي اريده، اني راح اوصل لهذه المحطه. اوكي، لان المحطات انا ما تيجي راح تصير. اوكي، اضيف لها هذا طول القوس انا حصلت هذه المحطه الاحداثيات مالتها واسقطها. اوكي،